متابعي الأوفياء، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. جمعة مباركة اليوم، جيت لكم الأكدال وكما تبعتوا معنا الأشغال كيفاش مشات ديال هاد الحي. مشاو لي زيكيب مرحلة بمرحلة، دخلوا صحاب رضا من الأولين، ديما كيدخلوا رضا من الأولين وكيدخلوا بالماتريال الغليظ اللي غيهبطوا واحد المسافة بعيدة تحت الأرض، تيدوز القادوس ومن بعد كيتمو جايين طالعين بشويه 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 بحالاش بشويه بشويه. الحفير ديال مثلا 3 متر كيطلعوا يضربوا عاوتاني الحفير ديال 2 متر ديال متر، وهما حتى كيساليو حتى كيبقى اخر واحد اللي كيدوز هنايا في الحفير هما ليكيب ديال ليكليراج بيبليك. هنايا في ليكليراج بيبليك دازت لماليف، كانت هنا التس ان، كانت الاس ان سي او، واليوم حاضر معنا ليكيب ديال الهلاوي، الجواكريه ديال الهلاوي في الزفت. هنايا في هاد الدور اخوتي كاين عندنا ثلاثه ديال الاحتمالات، مازال ما عرفناش بالضبط شنو غادي يكون هنايا، ولكن الرايات كدور. كاين يا اما غادي يجيبوا الطريق من اللي ويخرجوها كما كانت عاديه، وهذه يخرجوها كما كانت عاديه فريميجا واحد، يا اما غيديروا باركينغ على الراس اللي على المدرسه ديال هادشي الاداره اللي جا الاداره يلقى فين ستاسيوني جوج، يا اما غادي يديروا رون بوان باش اللي جا يخرج حالته من هنايا، واللي داخل يدخل من اللي من الجنب من اللي، واللي جاي من هنايا يخرج يدير في حالته الرومبو. اذا هنايا السؤال اللي كيبقى مطروح هو اشنو غيديروا هنايا، هذاك الشيء اللي غادي نشوفه. غادي نشوفه هنايا العمليه ديال الريبوندوز كيفاش خدامه، وخليكم معايا.